اسوسياسيون معونه فور هيومن رايتس. سيد الرئيس، ان معونه ومركز الدولي في جنيف للعداله تشكركم على التقرير، وبالطبع نعلم ان هناك توصيات لم تنفذ من قبل بل بيد انها كانت قبيله، وهناك فجوه بين مزاعم الحكومه والواقع، والتقرير الوطني يشير الى ان حمايه حقوق الانسان بفكر النفاذ الى العداله مضمون بفعل الدستور والقانون الجنائي. ومع الاسف ان النظام القضائي لا يعمل، وهناك شكاوى من الاف السوريين اذ ان هناك انتهاكات على جميع المستويات، و نحث الدولة على تطبيق التوصيات التي تم الموافقة عليها والتي تكررت منذ الإطار السابق، وهذه ترتبط خاصة بالنساء والأطفال والمعاقين. وبالرغم من الخطوات الأولى لتمكينهم، وذلك بالنسبة لتحضير كل الجرائم والقوانين المعتمدة، مع ذلك نوجه نداء للحكومة، وذلك للحرص على نظام قضائي مستقل وتعويض للضحايا كما تم التوصية بذلك، بالإضافة إلى 88 من الحالات التي لم تحل، وكذلك لم يعاقب المقترفون، وهناك مسؤولية أيضا عن آلاف المختفين. ولذا نؤيد تدابير من أجل إنشاء آلية دولية لتنسيق الشكاوى المرتبطة بالمختفين واعتماد اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري. ونود أن نذكر الحكومة السورية بأن الطريقة الوحيدة لضمان حماية الشعب خاصة المجموعات المعرضة هي ضمان نظام قضائي مستقل وبقوانين مزود بقوانين، ودون ذلك لا يمكن بلوغ السلام الدائم.